خلونا نفهم اكتر هذا البروتوكول والعائد بتاعه على المزارعين. معنا عبر الهاتف دكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي في وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه لمى، واهلا بكل الساده مشاهدي برنامجك المتميز والجميل. اشكرك يا فندم. فهمنا اكتر يا دكتور اهميه المبادره دي وعلاقتها بتطوير الري والتحول للري الحديث. هو حضرتك زي ما ذكرتي في المقدمة اللي قلتيها ان هذا البروتوكول بيأتي توقيعه في اطار المبادرة القومية لتطوير الري والتحول الى الري الحديث، وليه عدد من المجالات بيعمل في اطارها. المجال الاول زي ما حضرتك ذكرتي توفير التمويل اللازم لتأهيل المساقي، والجزء الثاني من مجالات التعاون بيتعلق بتوفير التمويل الخاص به التحول الى نظم الري الحديث في اراضي الوادي والدلتا. اما بالنسبه للمجال الثالث فهو تقديم الدعم الفني للمزارعين، وده بيتم من خلال المختصين في وزاره الزراعه واصلاح الاراضي، وايضا في وزاره الموارد المائيه والري، ويمكن ايضا الاستعانه بعدد من المكاتب الاستشاريه لاعداد التصميمات الخاصه بهذه المشروعات القوميه الكبرى والعملاقه. يمكن حضرتك لاول مره في تاريخ مصر الحكومه المصريه من خلال التعاون بين ثلاث وزارات، هي الزراعه والموارد المائيه والري، وايضا وزاره الماليه، وبالتعاون مع عدد من البنوك المموله هي البنك الاهلي المصري والبنك الزراعي المصري. البنكين دول هم اللي مسؤولين عن توفير التمويل. لاول مره زي ما ذكرت لحضرتك يتم توفير تمويل للمزارعين ودعم المشروعات بدون فائده، بفائده صفر، بدون فائده نهائيا. بيوفروا البنوك بتوفر التمويل من خلال الدوله. وايضا طب انا عايز اسال حضرتك، طب اتفضل يا دكتور استكمل هذه النقطه. بالتقسيط على 10 سنوات. هذا المشروع هيغير وجه الريف المصري، هيحسن دخل المزارعين، هيؤدي الى زياده الانتاجيه، هيحسن واسلوب اداره توزيع الميه، وايضا هيعظم وحده الاستفاده من الارض والميه. طب ممكن اعرف من حضرتك يا دكتور المبالغ اللي وضعتوها اللي ممكن يتم اقتراضها من هذه او من خلال هذه المبادره في حد اقصى؟ نقطه ثانيه، ايه الشروط يا فندم؟ مين ممكن يتقدم؟ حضرتك يا فندم المبلغ الاجمالي للبروتوكول او حجم الاعمال في البروتوكول كمرحله اولى 60 مليار جنيه مصري. بيبقى تكلفه الفدان في حدود 15,000 جنيه، وبيتم سدادهم بدون فوائد على 10 سنوات. الحقيقه طبعا زي ما حضرتك بتستفسري المبالغ دي الدوله بتتحمل قيمه الفائده الخاصه بيها. اللي من حقه يتقدم الى هذه المشروعات والتقدم بطلبات لتحويل الري او تطوير المسائي هو ممكن من خلال وزاره الري ومن خلال وزاره الزراعه بتتم عمليات طرح التاهيل المسائي. ايضا ممكن للجمعيات التعاونيه الزراعيه انها بتتقدم وبيتم منح الجمعيات المبالغ اللازمه لتمويل عمليات التحول وايضا لتاهيل المسائي. ايضا هناك فئه اخرى وهي المزارعين بانفسهم ممكن يتقدموا، وده محدد مساحه معينه بحدود ممكن 10 افدنه ممكن يتقدم بنفسه للبنك. ممكن اقل من 10 افدنه يا دكتور ولا صعب؟ ممكن اقل من 10 افدنه عن طريق البنك الزراعي المصري بيمول المساحات اللي هي اقل من 10 افدنه. كل السبل وكل الدعم وكل التيسير هيتم. عايز اقول لحضرتك ان التحول الى نظم الري الحديث ده ضروره حتميه في ظل الزياده السكانيه اللي بتتم. ضروره حتميه علشان نقدر نوفر كميات ميه تستخدم في المشروعات القوميه الكبيره زي اصلاح الاراضي والتوسع الافقي وزراعه اراضي جديده في زي مشروع مستقبل مصر وزي الدلتا الجديده وغيرها من المشروعات الاستصلاحيه. نظم الري الحديث يا دكتور لو تفهمه لنا بشكل يعني حضرتك احنا مش متخصصين، هل ده له علاقه بتوفير المياه ولا بتوفير اتفضل. هو حضرتك كل محصول بيبقى ليه مقنن مائي، المقنن المائي ده لما بنعمل ري بالغمش بتبقى كميات المياه المستخدمه اكتر من حاجه النبات، وبيبقى ليها بعض العيوب والسلبيات على الارض نفسها وبعض العيوب والسلبيات على النبات وعلى الحصيلات الزراعيه اللي بيتم زراعتها. زي محصول الرز مثلا يا دكتور؟ لا، هو محصول الرز مش من المحاصيل اللي بيستخدم فيها نظم الري الحديث، لكن بالنسبه لمحصول الرز الري بالغمر يعني بيتم فيه الري بالغمر في مناطق محدده طبقا للقرار الوزاري اللي بيصدر المشترك بين الوزارتين اللي هم وزاره الزراعه ووزاره الري، وبيحدد مناطق معينه
وليه أهمية أيضا للحفاظ على جودة وخصوبة بعض المناطق في شمال الدلتا علشان ما تتعرضش لإيه نقول عليها السيوتر، يعني عشان الأرض ما يحصل لهاش تآكل وكده. فطبعا حضرتك نظم الري دي بتبقى نظم الري اللي هي الري بالتمييط والري بالرش، وأيضا ده ليه فايدة كبيرة جدا على النبات. أولا بيزود الإنتاجية وبيقلل الحشايش وبيقلل التعرض للإصابة بالأمراض وبيقلل الطاقة المستخدمة في عملية الري، وكل اللي أنا بتكلم عليه ده بيؤدي في النهاية إلى زيادة دخل المزارع. ليه؟ لما بقلل الطاقة المستخدمة فأنا بقلل تكاليف استخدام الطاقة في الري. هل نوع الري الحديث ده يا دكتور بتنفع مع جميع المحاصيل؟ بتنفع مع المحاصيل الحقلية وبتنفع مع الحاصلات البستانية اللي هي الخضار والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية. وفي نظام مزدوج، يعني بيقدر نعمل الشبكة والتصميم بتاعها بيبقى يقدر يطبق المزارع نظام الري بالغمر ونظام الري بالتمقيط في ذات الأرض، وبيبقى ده اسمه النظام المزدوج. وكل الدعم الفني اللي بيحتاجه المزارع المصري الحكومة بتوفره من خلال زي ما ذكرت المختصين من وزارة الزراعة. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال تاني يا دكتور، هل حضرتك بتوفر التمويل نقدي ولا بتوفره من خلال دخول حضراتكم بالأجهزة الفنية للأرض، يعني بمبلغ فلاني؟ لا، هو حضرتك التمويل يعني التمويل بيتم من خلال طرح الاتحاد كبيرة وبيتم تحويل المبالغ مباشرة للشركات المنفذة. يعني هم بيخشوا الأرض ينفذوا على طول شكل الري الحديث بالظبط، ما بتديش فلوس. التصميم الخاص بالشبكة وبنقدم الدعم الفني، وأيضا في خطتنا مجموعة من البرامج التدريبية على أساس نعرف المزارعين كيفية التعامل مع النظام وكيفية صيانة الشبكة. ده أفضل طبعا. تأكيد يعني كل الضوابط وكل المعايير اللي هتضمن نجاح المشروع مدرجة في خطة التعاون بين الوزارات المختلفة. شكرا لحضرتك يا دكتور. دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.